عندما يعود اللاجئون وعندما لا يبقى أي أسير في سجون الاحتلال إن شاء الله. خطة مع السجناء معركة الأمعاء الخاوية، واليوم هناك سجناء يقضون ما يزيد عن 250 يوم في معركة الأمعاء الخاوية. منهم سامر العيساوي، ماذا تقول؟ يعني سامر العيساوي صديقي هو أصلا، وأنا عشت أنا معه في السجون سابقا، هو رفيق صلب ويسجل اليوم أسطورة في التاريخ ودخل التاريخ بأمعائه. لا نتمنى لسامر الموت، نتمنى له الحياة، ولا نتمنى لأحد الموت. سامر اليوم يختبر فينا نحن إخوته الأسرى وأبناء شعبه، يختبر فينا خيبتنا أيضا، لأنه بعدما 52 يوما من الإضراب عن الطعام وما زال لا يستطيع شعبه أن يفعل شيء من أجل تحريره من الأسر، رغم أنه معتقل على لا شيء، لا هناك لا ذنب ارتكبه سامر إلا لأن السلطات الاحتلال تريد إبعاده من هنا، ولأنه خرج رغما عن أنفه أنفهم في صفقة شليل. نتمنى لسامر ولكل الأسرى التحرر، ونتمنى الحرية لكل الأسرى، و يعني هذا أملنا، وإن شاء الله يعني أنا بشكل شخصي سأبذل كل جهد مستطاع إلى جانب إخوتي ورفاقي وكل العاملين في القضايا الأسرى وقضايا المعتقلين والقضايا الوطنية من أجل أن نقف إلى جانب هؤلاء الأسرى إن شاء الله. ترى الحرية يومين قبل النكبة، وتستدعى في اليوم الذي يطلق فيه صراحة، تستدعى للتحقيق مجددا، لماذا؟ نعم، لقد أبلغوني أن هناك قيود ستكون علي في تحركاتي، لم يبلغوني ما هي القيود، وأنا استدعيت للتحقيق يوم الأربعاء 17 الشهر في يوم الأسير عمليا، وسنذهب إلى هناك. استدعاءاتهم وإجراءاتهم لا ترهبنا ولن ترهبنا، لم ترهبنا في الماضي ولن ترهبنا في المستقبل إن شاء الله، ونحن على العهد وعلى الدرب إلى جانب شعبنا، بين أبناء شعبنا، نقوم بتواضع، نقدم ما نستطيع، ونحن لم نقدم شيء أمام تضحيات الجسام التي يقدمها شعبنا في كل مكان. نعم، يعني الأسير المحرر فوزي نمر قبل أيام رحل عنا، يعني تسلم عائلته تتجرع بكون أنه طبعا توفي خارج بلده. نعم. مسقط رأسه عكا، هذا أمر أنت طبعا بتشد على أيدي سامر أن لا يخرج خارج وطنه. نعم، أولا أنا أشد على أيدي سامر، وأنا أعرفه، لا حاجة لأن أدعوه إلى أن لا يقبل صفقة إبعاده، وأنا أعرف أن سامر لن يقبل، وأنا أدعوه أن لا يقبل هذه الصفقة.
لأن هو مناضل من أجل القدس وقال أنا إما القدس وإما الشهادة، ونتمنى له أن يعود إلى القدس لا نتمنى له الشهادة. ونترحم على المناضل فوز النمر، ونترحم على كل شهداء شعبنا، ونتمنى أن ينتهي هذا المسلسل من الشهادة والموت، وأن تعم الحرية والأمان لشعبنا ولكل شعوب العالم. شكرا لك أبو أسعد، الحمد لله على السلامة. ربي يشهد علي من يوم غيابك يوم ما نشفت دموع علي. الوالد بالتحديد يعني، وللبيت طبعا والأهل. أنا يعني كان يعني سنحت لي الفرصة أني أتصل بشكل يومي، فكنت أحكي معها يعني يوميا الصبح والظهر وأحيانا المساء يعني مرتين ثلاثة بالنهار أو أكثر تلفونيا طبعا. الحمد لله الحمد لله، يعني احنا غلبناها للحج كثير بحياتنا. يعني يوم ابنك ويوم انت ويوم اخوك ان شاء الله برضه بنتمنى له ان شاء الله يروح ان شاء الله عمه قريب يروح. نعم ولا شيء، الحمد لله الحمد لله، وهذا صبرها بميزان حسناتها ان شاء الله. معنا المربي عمر النصار رئيس المجلس المحلي قرية عرابة الوطوف. يعني اليوم سعادة تغمر أهل عرابي بعودة أبو أسعد محمد أسعد كنعني الأمين العام السابق لحركة أبناء البلد. هذا الإنسان الوطني طالما عرفناه بوطنيته وكان يقود العمل الوطني في المقدمة. هذا الإنسان طبعا مؤخرا تم اعتقاله وسجنه مدة عامين، اليوم أطلق سراحه. كيف شعورك وشعور أهل عرابي؟ الشعور مختلط حقيقة في هذه المناسبة. أولا هناك شعور بالغبطة والسرور لعودة المناضل محمد أسعد كنعني إلى حضن عائلته وأهله وبلده وانعتاقه من السجن المجحف الذي فرض عليه بتهم واهية كما يعرف الجميع. وهناك شعور آخر بألم لتواجد الآلاف الذين يقبعون من أبناء شعبنا في ظلمات السجون وخلف القضبان، والذين نتمنى لهم جميعا أن يطلق سراحهم وأن يعودوا إلى أهلهم وشعبهم وبلداتهم. ونخص بالذكر طبعا السجناء المضربين عن الطعام الذين يناضلون بما أوتوا من إمكانيات، وهو المعد الخاوية وعلى رأسهم سامر العيساوي الذي رفض بالأمس صفقة عرضتها عليه السلطات الإسرائيلية بإبعاده إلى أوروبا، وما يعني أنه مستعد لدفع المزيد من التضحيات لقاء البقاء في أرضه وفي وطنه. هذه المشاعر التي تختلجنا اليوم، ولكن لا نريد أن نضيع فرحتنا بعودة أبو أسعد إلى بلده وأهله في عرابة. الحمد لله على السلامة. نعم، يعني كيف تحب توصف لنا شعورك في هاي اللحظات طبعا عودة أبو أسعد من الأسر؟ والله الشعور هذا أنا كنت فيه قبل هيك، يعني روحت أبو أسعد قبل سنة أنا مرتها، والشعور يعني لا يوصف. البنادم بيكونش حاله يعني وقف على الأرض. على فكرة بالأسر التقيت أنت وأبو أسعد بإحدى المرات؟ التقيت طبعا كنت تسوي بالأسر. أبو أسعد مرير يعني، مر في النضال، مر في المواقف، صلب في العزيمة. أبو أسعد يعني صعب تلاقي أخو إله في مجتمعنا الفلسطيني، لأنه عنده مبادئ، عنده قيم اجتماعية، ثوري إنساني، وأكثر من ثوري. يعني ممكن يكون هو ابن المرحلة، يعني نسميه ابن المرحلة، وهم
والبني آدم من هالنوع إذا في معي عشرة زي يوم ممكن أغير كثير من مجتمعنا الفلسطيني. نعم. لأنه البني آدم ضد العمل اللي بضر بالشعب الفلسطيني، ضد الرجعيات، ضد الانتهازيين، ضد كل أي شيء ممكن يسيء لأي طفل فلسطيني. ومن هذا المنطلق أبو أسعد بني آدم ممكن من ناحية تنظيمية ومن ناحية سياسية ومن ناحية فكرية إنه يقدم معه إلى الأمام. أنت بتبشرنا إن شاء الله بخروج أبو أسعد إنه يعني يلم شمل أبناء البلد تقعدوا ويكون الأمر طيب إن شاء الله في المستقبل. أبناء البلد تم شملها، لسه بناش اللي مشملها. نعم. لم شملها من ورانا، ومنين أبو أسعد هو بقوي أبناء البلد بعد ما لم شملها. نعم. واليوم بوجود أبو أسعد معنا بيننا ممكن مش ممكن أكيد إنه راح يقدم حركة أبناء البلد في ويقدر يخدم الشعب الفلسطيني وجمالنا الفلسطيني بأفضل شكل ممكن إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك.